شنو مشتغلة مروة؟ أومليت فطر بجي من برمزان. أومليت فطر بجي من برمزان، نعم. وهذا البورد شنو؟ توست مع خضروات مع سوي فواكه. مروة. نعم. كشكل ومروة مبتدئة جيد مو سيء، بس عندي ملاحظة جدا بسيطة. شنو قصتكم ويا الريحان الخربان؟ لا أو الذبلان؟ لا تقولي لا، خلينا نكمل حكي مرة. هسه أنت عندك هنا أنا مجمعت لي الفطر كله من هاي الجهة ومن هاي الجهة، ما أفطر يعني آكل الفطر والبيض زين، وهاي يعني بعدين هسه راح آكل أنا بيض بلا لا أفطر ولا أي شيء. شايفين؟ شكرا يا مروة. مبدئيا بالنسبه لمبتدئ كان اوكي، بالنسبه للحكام نص راضين عنه ونص لا مو راضين، ومن حقهم انه يكونون بنسبه 50% مو راضين عنهم عن التقديم ماله. وشغله كانت بالطبق ما انتبهت عليها، كانت اكو شعرايه، لحد الان ما عرفت من وين جت الشعرايه. قبل الفينشينج لازم انتبه على طبقي اذا كان بي نقص، وإذا كان أكو مشكلة عليه.